سلام عليكم يا دكاترة، أخباركم إيه؟ إن شاء الله تكونوا كويسين وبصحة وسعادة. النهاردة إن شاء الله هنتكلم في محاضرة مهمة جدا، بسيطة ولكن مهمة عشان خاطر الكلينيكال كومبليكيشنز اللي فعلا بتأثر على الكواليتي أوف لايف، بتأثر على الهرمونال بالانس اللي كان موجود قبلها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. Physical therapy for hysterectomy. الهستريكتومي ديت هي عملية لازم تكون مرتبطة بإزالة جزء أو كل اليوترس، فإن شاء الله هنتكلم على أنواعها وعلى البريفالنس بتاعها، وإن شاء الله يكون الموضوع ميسر يعني. هستريكتومي is the surgical removal of the uterus. زي ما اتفقنا ممكن دوت يكون، ده احنا بنتكلم في يعني التعريف الشامل للموضوع، ممكن دوت يكون مع ان احنا الجراحين بيشيلوا اليوترس بيسايد الاوفري او الاوفرز، او كمان ممكن الفالوبيان تيوب، وممكن كمان السراوندنج ستراكشرز زي ما هنتكلم في التايبس اللي بيشيلوا فيها بعض السيراميك ستراكشرز زي الابر بارت اوف ذا فاجينا والليمف نودز وممكن كمان البلادر والريكتم. هيستريكتومي از ا ميجور سيرجيكال بروسيجر ذات هاز ريسكس اند بنفيتس. طبعا هي ليها بنفيتس ولكن ليها ريسكس وليها كومبليكيشنز، عشان كده لازم الجراح لما بيجي ياخد القرار بتاع الهستريكتومي ده بيبقى بيحسب هو ايه هي المخاطر وايه هي الفايدة اللي ممكن تعود على المريضة ديت لو كانت عملت الهستريكتومي، لان زي ما اتفقنا هي مش عملية بسيطة، هي عملية شوية كبيرة وليها كومبليكيشنز، يعني هنتكلم ان شاء الله عنها كمان شوية. ممكن الفيميل دي بتفقد قدرتها على الانجاب او تفقد قدرتها على الحمل، فهي عملية كبيرة جدا لازم طبعا يراعى فيها الموضوع بتاع البينيفيتس والريسكس. هيستريكتومي كان بي دان ثرو ابدومينال ابروتش، دي بيسموها الابدومينال هيستريكتومي، ودي المشهورة ديت السهلة اللي عاملة زي السيزيريان سيكشن، ما عدا ان هي يعني طبعا هي مش ولادة، هي عملية زي الفتح بتاعها بالظبط زي بيكون الفتح للسيزيريان سيكشن. او ممكن تتعمل فاجينالي، بيبقى فاجينال ابروتش دوت بيسموها فاجينال هيستريكتومي، ولكن دي بتتطلب ناس اكسبرت او ناس شاطرين جدا في النوعيه دي من الجراحه، وكمان ممكن تتعمل بالمنظار ودي بتتطلب ناس مور كواليفايد عشان يعملوها، الناس المتخصصين في جراحه المناظير اللابروسكوبيك ابروتش. هيستريكتومي از ذا موست كومون سيرجيكال بروسيجر وورلد وايد ان جاينكولوجي. خلي بالنا هنا عشان ما نتلخفنش، احنا لما زمان كنا بنتكلم على الهستريكتومي كنا بنقول ان الهستريكتومي هي العمليه الاكثر شيوعا في مجال الاوبستاتريكس، انما احنا هنا بنتكلم في الجاينكولوجي، فبنقول ان هي اكثر والاكثر شيوعا في مجال الجاينكولوجي على مستوى العالم كلها، لدرجه ان دوله زي الولايات المتحده الامريكيه بيبقى فيها تقريبا سنويا 600 ألف هيستريكتوميز بيتعملوا، فبالتالي الموضوع كبير جدا والموضوع بيعمل بيردن على الهيلث انشورنس سيستم اللي موجود في البلد، وده بيكلف تقريبا الحكومة الأمريكية حوالي 5 بليون دولار، فالموضوع يعني فعلا مكلف جدا وخصوصا في الدول اللي بتعتمد على أنظمة التأمين الصحي. ايه هي التايبس اوف ابدومينال هيستريكتومي؟ اول حاجه احنا عندنا حاجه اسمها سب توتال هيستريكتومي او بيسموها سوبرا سيرفيكال هيستريكتومي. ليه؟ لان بيبقى عندي في السيرفكس وفي البودي او الكوربس، فهو بيعمل ايه؟ هو بيشيل البودي اور ذا كوربس ويسيب السيرفكس، فبيسموها سوبرا سيرفيكال هيستريكتومي. طبعا دي بيحصل فيها ريموفال اوف ذا يوتراين بودي او الكوربس وبيبقى فيه بريزرفيشن للسيرفكس، ده شيء مهم جدا ان بيبقى يعني دي اللي بتفصل التوتال عن السب توتال، ان هو سايب السيرفكس موجود زي ما هو.
It is usually done in some cases of postpartum hemorrhage. لما بيبقوش عارفين يسيطروا على النزيف اللي بيحصل أثناء بعد الولادة وكده، فبالتالي بيضطر ساعات إن هو يشيل الـ body of the uterus. أو لو حصل لا قدر الله رابشر في اليوترس، يعني خلاص بقى في رابشر ومش عارفين يقفلوا اليوترس ده، فساعات بيضطر إن هو يشيل الجزء اللي هو الأبر بارت أو البودي أوف ذا يوترس. وطبعا برضو ممكن الساب توتال هيستريكتومي بتتعمل لما بيكون في اكستنسيف ادهيجنز اراوند ذا سيرفكس، يعني السيرفكس في ادهيجنز كتير، فالجراح مش هيقدر ان هو يشيل السيرفكس دوت، فبالتالي بيشيل الجزء العلوي اللي هو الكوربس اوف ذا يوترس. النوعيه الثانيه من التوتال سوري من الابدومينال هيستريكتوميز هي التوتال هيستريكتومي، وطبعا دي من اسمها توتال، بيشيل فيها البودي اوف ذا يوترس وكمان بيشيل فيها السيرفكس، وطبعا ديت ات از بيتر ذان ذا سب توتال هيستريكتومي، وهنتكلم دلوقتي ان شاء الله على ليه دي مفضله شويه. البان هيستريكتومي، وهي دي بقى العمليه شويه بقى احنا هنا بنتدرج في الليفل بتاع الحاجات اللي ايه بيحصل لها سيرجيكال ريموفال، فبالتالي الموضوع بيبقى اصعب شويه ككومبليكيشنز. فالبان هيستريكتومي او يعني البان هيستريكتومي ديت توتال هيستريكتومي، شال البودي وشال السيرفكس وكمان بيشيل البايلاترال فالوبيان تيوبس وكمان البايلاترال اوفريز، فدي عمليه كبيره جدا، عمليه ان هو شال فيها الاوفرز، فبالتالي الفيميل دي لو ايفن عندها لسه في برايمورديال فوليكلز وممكن يكون عندها قدره على الانجاب بسبب ان في فوليكلز، لا الفوليكلز هنا هتتشال، البرايمورديال فوليكلز دي هتتشال، كمان هيتشال الفالوبيان تيوب، كمان اتشال اليوترس، فهنا فقدت حته ايه ان هي تقدر ان هي تحمل، نتيجه ليه ان مش هيعرف مش هي يعني مش هينفع يحصل امبلانتيشن حتى ولو كان يعني مثلا هي عندها مخزون من البويضات مثلا، انا لا اعلم شرعا هو في ايه، بس يعني لو هي مجمده البويضات ديت مثلا، فبالتالي هي فقدت المكان اللي هتقدر ان هي الفيرتلايزد ايج ديت لو حصل لها فيرتلايزيشن هيحصل لها ازاي امبلانتيشن في عدم وجود البودي اوف ذا يوترس، فهي عمليه كبيره، بلس ان هي بالظبط لو مثلا العمليه دي اللي عملتها في ميل عندها مثلا 30 سنه، هي كده بالظبط اكنها دخلت في المينوبوز وهي عندها 30 سنه، لان هي شالت التو اوفرز، فبالتالي هيبقى في الكومبليكيشنز بتاعت المينوبوز اللي احنا شرحناها. عشان كده احنا بنعتبر الهيستيريكتومي دي هي عباره عن ميكس ما بين السيزيريان سيكشن والمينيبوز، يعني احنا لو احنا عارفين السيزيريان سيكشن تقريبا يعني ايه نفس الجرح الابدومينال سكار، ويعني هي بالظبط حتى في الريهابيليتيشن بتاعها هيبقى قريبه في حاجات كتير من السيزيريان سيكشن ريهابيليتيشن. هاويفر ان كمان بنضيف عليها المشاكل بتاعت المينيبوز اللي ممكن تيجي لو كان بدات تخش في الكاتيجوري ده اللي هو البان هيستريكتوم. طيب الموضوع كمان بيبقى اصعب شويه لما بتخش في الراديكال هيستريكتومي. ايه الراديكال هيستريكتومي؟ الراديكال هيستريكتومي بيسموها وير تايم اوبريشن. الوير تايم اوبريشن ديت بتبقى بان هيستريكتومي، يعني تشال فيها البودي وتشال فيها السيرفكس وتشال فيها التو فالوبيان تيوبس وتشال فيها التو اوفرز، كمان هنشيل او بيتشال فيها الابر بارت اوف ذا فاجينا والليمف نودز اللي موجوده في الريجون ده. طيب دي عمليه كده احنا عمالين بايه بنتطور في صعوبه او في السراوندنج ستراكشرز اللي كمان بن ايه بنشيلها مع الريبرودكتيف سيستم. كمان في بقى الاصعب منها الالترا راديكال هيستريكتومي. الالترا راديكال هيستريكتومي دي بيسموها البلفيك اكسنتريشن. البلفيك اكسنتريشن في عندي نوعين، في انتيريور بلفيك اكسنتريشن وفي بوستيريور بلفيك اكسنتريشن. الانتيريور ديت بيتم فيها ازاله كل الحاجات اللي احنا اتكلمنا فيها، السيرفكس والبودي والتو فالوبيان تيوبس والتو اوفرز والابر بارت اوف ذا فاجينا والليمف نودز وكمان البلادر. طيب معنى كده ان الفيميل ديت هتبقى اليورين اللي موجود دوت هيخرج من البودي ازاي؟ عن طريق ان هم بيعملوا اليوريترز اللي نازلين من الكدني بيفتحوا لهم على طول على السكين، سواء بيبقى في الغالب ثرو ذا ابدومين، فاليوريترز دول
بيبقوا مفتوحين على السكين بحيث ان اليورين يخرج على طول من اليوريترز اوت سايد اوف ذا بادي، او ان يعني بيخلوا اليوريترز دي تتزرع على الكولون، فبالتالي اليورين اللي هيخرج دوت هيخرج ثرو ذا ريكتم او ثرو ذا الاكسترنال انال سفنكتر اوت سايد ذا بادي. يبقى في تو اوبشن بيعملوهم عشان خاطر يحصل اكسكريشن لليورين بعد لما بيشيلوا البلادر، او في عمليه ثانيه بيسموها البوستيريور بيلفيك اكسنتريشن، وديت بتبقى وير تايم اوبريشن اللي هي احنا قلنا كل فيها الحاجات اللي هو البودي والسيرفكس والتو فالوبيان تيوبس والتو اوفرز والابر بارت اوف ذا فاجينا والسراوندنج ليمف نودز، وكمان بقى ايه هنا مش هيشيل البلادر، هنا بيشيل مين؟ بيشيل الريكتم، وطبعا بيعمل امبلانتيشن للكولون على السكين اللي هي بيسموها الكولوستومي. في بقى طبعا توتال بيلفيك اكسنتريشن، توتال بيلفيك اكسنتريشن بيتشال كل الحاجات اللي احنا اتكلمنا فيها دي، بتبقى انتيريور زائد البوستيريور مع بعض، فكل الاورجنز او السراوندنج ستراكشرز الراوند ريبرودكتيف سيستم كلها بقت حصل لها سيرجيكال ريموفال. طبعا ادي هنا الرسمه ديت بتوضح لنا ان ادي التوتال هيستريكتومي، خلينا نبدا من الاول، سوبرا سيرفيكال هيستريكتومي او سب توتال اللي جاست بس بيتشال فيها مين؟ بيتشال فيها البودي اوف ذا يوترس، اهو كل الجزء اللي بالبينك ده. طيب التوتال هيستريكتومي ديت بتبقى الاثنين، بيتشال فيها مين؟ البودي وكمان السيرفكس، والبان هيستريكتومي بيبقى كل الكلام ده كله البينك والاخضر والبلو دوت كل الاجزاء دي بتتشال. طب في الراديكال هيستريكتومي كل الحاجات ديت كل التو فالوبيان تيوبس والتو اوفرز واليوترس وكمان بقى بياخد معاها الابر بارت اوف ذا فاجينا اللي هو الكونكشن ما بين السيرفكس والفاجينا، بيزال جزء كمان من الابر بارت اوف ذا فاجينا، كمان الليمف نودز اللي بتبقى موجوده بيحصل لها ريموفال. دي بقى التوتال بلفيك اكسنتريشن اللي هي بالانتيريور والبوستيريور، احنا قلنا كل دوت وده ومع البلادر يبقى ده الانتيريور بلفيك اكسنتريشن، لو دوت مع دوت بس مع الجزء اللي ورا ده من الريكتم بيسموها البوستيريور بلفيك اكسنتريشن، ولو كل الاورجنز دي اتفضت كده او اتشالت ده بيسموها توتال بلفيك اكسنتريشن. ايه هي الانديكيشنز بتاعت الابدومينال هيستريكتومي؟ اول حاجه عندنا بعض الحاجات اللي بتحصل مع الاوبستاتريكس، فبيضطر الجراح ان هو او الاوبستريشن ان هو يشيل اليوترس بلس بقى الحاجات ممكن اللي تكون معاه دي على حسب الحاله، او بعض الحاجات تاني ريليتد للجاينيكولوجيكال انديكيشنز. الاوبستاتريكال انديكيشنز هي الان كنترولبل بوست بارتم هيموريدج، لما يكون الاوبستريشن مش قادر يسيطر على البوست بارتم هيموريدج، او ان حصل رابشر اور بيرفوريشن اوف ذا يوترس، يعني خلاص بقى برضو مش هيعرف ان هو يقفل اليوترس ده بشكل كويس، او ان كان في هيستوري اوف ان كل شويه بيحصل رابشر للسكار اليوتراين سكار بتاع السيزيريان اللي عملت قبل كده، فبيضطر ان هو ساعات برضو يشيل اليوترس، او الموربيدلي ادهيرنت بلاسينتا اللي هي البلاسينتا اكريتا، ان البلاسينتا بدات او انفيد المايوميتريم، فبالتالي بيبقى صعب جدا ان الجسم يتخلص منها، وعشان كده بيبقى الموضوع صعب جدا بالنسبه للجراح، فبيضطر ان هو يا اما بيعمل كيراتاج او يكحد جامد قوي في المايوميتريم، فالمايوميتريم ده خلاص بيبقى متهربت كده وخلاص مش هيصلح ان هو لو حصل حمله او كده ان يحصل نوع من انواع الثبات للحمل دوت، فبالتالي بيشيل هو اليوترس، او ان يبقى في سيبتيك ابورشن لو حصل عدوى او كده نتيجه لي ان كان في ابورشن او حصل نوع من انواع الانفكشن في اليوترس بشكل كبير قوي نتيجه لان حصل ابورشن للفيتس او للجنين اللي كان موجود، او الكوفيولاري يوترس زي ما حضراتكم شايفين كده، هنا ده اليوترس دوت زي ما حضراتكم شايفين في بطش زرقاء كده جامده قوي وموف كده، وده بيبقى في الغالب كان بيحصل نتيجه لما بيحصل سيبريشن بتوين البلاسينتا والديسيديوا اثناء الحمل، فبالتالي بيبدا يحصل نوع من انواع البليدنج اللي بيبقى موجود وبيبقى مكتوم، يعني في الغالب على حسب طبعا نوع
البليدنج، وبالتالي بيتشاف اليوترس من بره، بيبقى فيه نوع من انواع زي الهيماتوما كده، او بيسموها كوفيولاري يوترس. بعد كده في عندنا جاينيكولوجيكال انديكيشنز. اول حاجه 60% من اسباب الابنورمال يوتراين بليدنج اللي هي بيسموها الديسفانكشنال يوتراين بليدنج، مش عارفين بالظبط ايه هو سبب الديسفانكشنال بليدنج اللي حاصل من اليوترس. فبالتالي خلاص بقى، بدل ما الفيميل دي كده كده اصلا بقى بتخش في قصه الانيميا والكلام ده كله، فبيضطر الجراح ان هو الجينيكولوجيست ان هو يعمل موضوع الايه؟ موضوع ازاله اليوترس. كمان لو في بعض الانفلاماتوري كيسز زي الجينيتال تيوبركلوزس، طبعا دي عدوى صعبه جدا وخايفين ان هي تنتشر كمان، فبالتالي ساعات ان هو بيشيل اليوترس. ممكن كمان لو في نيوبلاستيك، يا اما في بيناين تيومرز او في مالجننت تيومرز. البيناين تيومرز دي زي اليوتراين فايبرويدز او اللايوميومز، وطبعا ديت زي ما حضراتكم شايفين هنا في الصوره، اليوتراين فايبرويدز هي زي ما قلت لكم قبل كده ان هي مثلا ممكن وزنها يوصل ل 12 كيلو جرام، فطبعا فدوت بتبقى حاجه صعبه جدا، وبالتالي بيبقى صعب ان هو يخش يعمل لها مايوميكتومي، يعني يشيل بس الجزء اللي فيه الفايبرويدز، وخصوصا لو كانت الفايبرويدز دي كتيره، فبالتالي بيضطر ان هو يشيل خالص ايه اليوترس، وبيبقى ده حل ناجع لموضوع اليوتراين فايبرويدز والمشاكل بتاعتها، بدل بقى ما يقعد يعالجها باليوتراين ارتري امبوليزم والهاي انتنستي فوكست الترا ساوند، ويعني بيخش خلاص يشيل اليوترس ويريح البيشنت دي من الكومبليكيشنز والمشاكل بتاعتها. او البيناين اوفريان تيومرز نفس الكلام، لو في بيناين اوفريان تيومرز ديت برضو بيخش ساعات ان هو يضطر ان هو يشيل، مش بس طبعا هو هنا مش بيشيل بس الاوفري، ولكن في الغالب بيشيل اليوترس، ده اساس لما نيجي نتكلم على الهستريكتومي. كمان لو في مالجننت تيومرز زي ما يبقى في سيرفيكال اور اوفيريان او اندوميتريال كارسينوما، بيضطر ان هو يخش يشيل المكان ده عشان ما يحصلش نوع من انواع الميتاستاسيز وتبدا يحصل الكانسر ده ينتقل الى اماكن اخرى. بعض حالات الديسبليسمنت في اليوترس زي حالات البرولابس، ساعات لما بيبقى فيه مثلا كومبليت بروسيدينشيا بيبدا يحصل نوع من انواع ان السيرفكس والفاجينا اوتسايد اوف ذا انترويتس، فبيحصل نوع من انواع الديكيوبيتس ألسر اللي بتبقى بتخلي ساعات ان اليوترس بقى متهربد خالص. او لو كان الجزء من او البلفيك فلور والبلفيك ليجامنت دي صعب ان هم يصلحوا برولابس، فبيضطر ان هو خلاص يشيل اليوترس وممكن كمان الابر بارت اوف ذا فاجينا، بحيث ان هو يقلل المشاكل اللي مصاحبه للبرولابس ده. سام كيسز اوف اندوميتريوزس اند ادينوميوزس، بيضطر برضو عشان خاطر يعني يحل المشكله من جذورها ان هو يضطر ان هو يشيل اليوترس. طب الابدومينال هيستريكتومي دي ليها بعض الادفانتجز وليها بعض الديس ادفانتجز. الادفانتجز بتاعتها اول حاجه ان بيبقى سكوب اوف وايد اكسبلوريشن اوف ذا ابدومينال اند بيلفيك اورجنز. من خلال الابدومينال هيستريكتومي بيقدر الجراح او الاوبستريشن ان هو يعني يشوف حاله الاوفريز، يشوف حاله الابندكس، لو كان في مثلا ابندكس كمان ممكن ساعات بيعملوها مع العمليه، لو ابندسايتس يعني، لو في مشاكل في الجلوبال، فهو بيشوف حاجات كتير قوي من خلال الابدومينال هيستريكتومي. تيوبو اوفيريان باثولوجي كان بي تاكلد افكتلي اند سيمالتانوزلي، يعني برضو لو في اي مشاكل في مش بس اليوترس، لو كانت في مشاكل في الفالوبيان تيوبس او في الاوفرز، فممكن كمان تتشال بالمره مع الموضوع بتاع الابدومينال هيستريكتومي، تبقى اسهل لان بيبقى الفتح اللي موجود في الابدومينال في الابدومين بيبقى الفتح دوت يسع ان بسهوله ممكن يخرج منه التو اوفرز او الفالوبيان تيوبس، بعكس الفاجينال هيستريكتومي زي ما هنعرف بيبقى الابروتش ده بيبقى ضيق شويه، فبالتالي ساعات ما بيعرفش ان هو يخرج كل الحاجات اللي هو عايز يعمل لها ريموفال. طبعا يعني ممكن بعض العمليات يعملها بالمره لو كان هي عندها مثلا ابندكسايتس وتشتكي منها كتير، فساعات بيعمل ابندكتومي. وكمان الاوبريشن كان بي دان باي ريليتيفلي ليس اكسبيرينسد سيرجن، يعني ممكن مش العمليه بتاعت الابدومينال هيستيريكتومي مش بتحتاج جراح يكون حد يعني عنده بقى خبره كبيره قوي والكلام ده كله، لا الموضوع بيبقى ان شاء الله عمليه سهله، فبالتالي ممكن لو لسه ليس اكسبيرينسد سيرجن
يعملها. طب ايه الديس ادفانتجز اللي ممكن تكون موجوده مع عمليات الابدومينال هيستريكتومي؟ ديفيكالت تو بيرفورم ان تو اوبيز بيشنتس. خلي بالنا الاوبيستي بتبقى عائق نتيجه لكميه الفاتس اللي موجوده ديت، سواء اللي موجوده سبكيوتينس او اللي موجوده فيسترال، فممكن بتصعب الموضوع شويه. بوست اوبريتيف كومبليكيشن ار سلايتلي هاي، بيبقى في بعض البوست اوبريتيف كومبليكيشن زي ان ممكن يحصل بيريتونايتس او ممكن يحصل بالمونري او فاسكولار كومبليكيشن. كمان بيبقى فيه بوست اوبريتيف بين بيبقى ملاحظ اكتر مع الابدومينال هيستريكتومي، اكتر من بيبقى فيه كرونيك بين بيحصل، كرونيك انسيجنال بين، دي حاجه من الحاجات الشائعه جدا. وكمان بيبقى فيه احتياج كبير للانالجيزيا اثناء العمليه. طبعا الانالجيزيا دي بتاثر سلبا على البلمونري وعلى الفاسكولار سيستم بتاع الفيميل اللي بتعمل الهيستريكتومي. مور هوسبيتال ستاي، بتضطر الفيميلز دي ان هم يقعدوا فتره كبيره في المستشفى بعد العمليه. ديليد ريزامشن ان دي تو دي اكتيفيتيز، طبعا برضو بتتاخر عمليه ان هي الفانكشنال انجيجمنت بعد العمليه، بتاخد وقت لحد ما. الموربيديتي والمورتاليتي ريت عاليين شويه لو قارناهم بالفاجينال هيستريكتومي. وطبعا وجود الابدومينال سكار ده في حد ذاته هو من يعني من الديس ادفانتج بتاعت العمليه اللي فعلا بيبقى ليها كومبليكيشنز كبيره قوي، زي ما اتفقنا بقى في عمليه في زي بالظبط اكنها فتح السيزيريان سيكشن، ولكن هو دي مش ولاده، فبالتالي السكار نفسه بيعمل الكومبليكيشنز اللي احنا كنا بنتكلم عليها في السيزيريان سيكشن، من ضمنها مثلا البين اللي بيبقى موجود، من ضمنها الكوزميتيك ابييرنس، يا اما يحصل مثلا ممكن يحصل هايبرتروفيك سكار او يحصل كيلويد فورميشن، زي ممكن تاني الميكانيكال كومبنسيشنز اللي بتحصل نتيجه للابدومينال سكار دوت اللي احنا اتكلمنا عليها، ان هي مثلا بتاثر على الفاشيال لاينز الانتيريور فاشيال اوبليك لاينز، وبالتالي ده ممكن يدخل البيشنت دي بعد كده في امبنجمنت او يدخلها في الدكتور سترين ريسك نتيجه لل التوزيع او الدايركشن بتاع ايه الانتيريور اوبليك لاين بتاع الفشل. ايه طيب بقى لما نيجي نقارن السب توتال مع التوتال، هنلاقي ان السب توتال زي ما حضراتكم هنا شايفين كده الموضوع يعني محير شويه، او الموضوع يعني في حاجات كتير بيتعمل حسابها، في حين ان البيتر اوبريشن هي مين؟ هي التوتال هيستريكتومي. طب لو احنا جينا نتكلم على السب توتال هيستريكتومي هنلاقي ان it is easier and quicker than total hysterectomy، اسهل طبعا ان هو يشيل بس البودي او الكوربس من غير ما يشيل السيرفكس. There is less danger of injured bladder and ureter، ما بيضطرش ان هو ينزل تحت عشان يشيل السيرفكس، فبالتالي البلادر واليوريترز بيبقوا يعني في احتماليه قليله جدا ان يحصل لهم سيرجيكال انجري. There is less danger of pelvic infection. There is less operative and post operative morbidity لما بنيجي نقارنها بالسيرفيكال او لما بيتشال كمان السيرفكس. The cervix acts as a support for the vaginal wall. وجود السيرفكس في حد ذاته فده بيعمل نوع من انواع الدعم والسبورت لمين؟ لان لو حضراتكم تتذكروا في محاضره الاناتومي كنا بنتكلم ان الماكن رودت واليوترو ساكرال ليجامنت والكلام ده كله اغلبهم كل الحاجات دي بتبقى في الغالب ماسكه او اوريجينيتد منين؟ من السيرفكس مش من البودي من فوق. فعشان كده الحفاظ على السيرفكس بيحافظ على الليجامنتس دي وبيحافظ على الابر بارت اوف ذا فاجينا عشان ما يحصلش حاجه اسمها فولت برولابس، ان يبدا يحصل لما بيتشال السيرفكس يبدا الفاجينال فورنسز دي تبدا تروح ايه قلبه كده ونازله على تحت. The cervix provide discharge to lubricate the vagina. كمان cervix provide discharge يعني السكريشنز اللي بتخرج او الديسشارج اللي بيخرج من احنا لو حضراتكم تتذكروا برضو كنا بنقول ان الفاجينا نفسها ما بيبقاش فيها لوبريكيشن منها نفسها، ولكن السيرفكس هو اللي بيديسشارج اللوبريكانس ديت، فبالتالي هي اللي بتلوبريكيت الفاجينا. فطبعا بما ان العمليه دي ما شالش فيها السيرفكس فبالتالي بيحافظ على اللوبريكيشن بتاعه الفاجينا. لو جينا يا دكاتره اتكلمنا كمان على موضوع الادفانتجز اوف توتال هيستريكتومي هنلاقي ان الميزه في التوتال هيستريكتومي اللي هي بتشال فيها البودي والسيرفكس
ان احنا بنتجنب الريسك بتاع ان يحصل بعد كده سيرفيسايتس، التهاب في السيرفكس، او الريسك بتاع حاجه ساعات بتحصل بعد السب توتال هيستريكتومي اللي هي بيسموها السيرفيكال ستامب كارسينوما، ان بيحصل نوع من انواع المالجنانت تيومر في السيرفيكال ستامب، الجزء المتبقي من اليوترس دوت اللي هو في السيرفكس. فاحنا بنتجنب الموضوع ده كله مع التوتال هيستريكتومي. طب لو جينا بصينا كمان ايه الادفانتج بتاعت التوتال هيستريكتومي، عشان كده هي البيتر ذان السب توتال هيستريكتومي، هنلاقي ان هي بتبروفايد بيتر درينج فور ذا اوبريشن اريا ثرو ذا فاجينا، ان اي هيماتوما او اي بلاد او اي ديستشارج او كده هيخرج ثرو ذا فاجينا ديت، بتكون الموضوع سهل جدا مع الموضوع بتاع التوتال هيستريكتومي. بيبقى فيه less risk of pelvic hematoma برضو، ان بما ان ما بيبقاش فيه تجمع دموي لان بيحصل discharge، او بيبقى فيه better drainage ما بعد العملية، البلاد اللي بيحصل اللي بيتكون والكلام ده، فبالتالي بيبقى فيه less risk of pelvic hematoma. كمان لو كان السيرفكس لاسيريتد او انفكتد، فانت كده كده خلاص في العمليه دي انت شلت ايه، شلت الريسك اوف او السورس اوف اريتانت اللي هو بيبقى موجود، فبالتالي انت بتتجنب كل المشاكل دي. طب تعالوا نشوف ايه هي البينيفيتس والريسكس لو كان الاوفرز موجودين ما اتشالوش اثناء الهستيريكتومي. البينيفيتس ان الاوفيريان فانكشن كونتينيوز تيل the expected time of spontaneous menopause. طبيعي ان الفيميل دي لو اتساب الاوفرز عندها ما تشالش مع الهستريكتومي، بسهوله جدا ان هي تمارس حياتها بشكل طبيعي، نتيجه لان هي ممكن ان احنا يعني يتعامل بقى مثلا حقن مجهري او اطفال الانابيب او الكلام ده كله، بحيث ان يحصل في بريزرفيشن للبريمورديال فوليكلز اللي لسه موجوده جوه الاوفري، فالاوفريان فانكشن ما حصل لهاش مشكله نتيجه لان هي ما اتشالتش. Menopausal symptoms appears late and the severity is less. طبعا المينيبوز هيحصل بقى عادي خالص، والسيفيريتي بتاعت المينيبوز بتبقى اقل مقارنه لو كان الاوفرز اتشالت. Decrease the incidence of vasomotor symptoms زي وكمان زي الاوستيوبروسيس اللي هي حاجه المشاكل اللي بتحصل اثناء الايه، اثناء المينيبوز، اللي هي الهوت فلاشز والهايبرتنشن والاوستيوبروسيس وكمان الاثيروسكلروتيك تشينجز. طب ايه هي الريسكس من وجود الاوفرز لو ما اتشالتش مع اليوترس؟ بيبقى في ريسك اوف ديفلوبينج اوفيريان نيوبلازمز سواء بيناين او مالجنانت. الريليتيف ريسك اوف اوفيريان كانسر بعد الهستيريكتومي تقريبا بحوالي 10 سنين بيبقى حوالي 6 من 10. الريليتيف ريسك ده معناها ان نسبه حدوث الاوفيريان كانسر الى الناس اللي مش هيحصل لهم اوفيريان كانسر، فالنسبه 6 من 10، دي نسبه يعني نقدر نقول ان هي ممكن تكون متوسطه يعني او تقريبا 60% من الفيميل اللي هيجي لهم اللي عملوا الهستيريكتومي ممكن يجي لهم اوفيريان كانسر، بيبقى عندهم ريليتيف ريسك. لو كان في حاجه اسمها كرونيك بيلفيك بين وديسبارونيا، دي بتبقى من الحاجات اللي موجوده كريسك ان الاوفري لسه ستين موجود، فبيبقى مصدر من مصادر الكرونيك بيلفيك بين وكمان الديسبارونيا، نتيجه لو حصل نوع من انواع الادهيرنت اوفريز قريبه من الفاجينا، فبالتالي بيبقى فيه ساعات ديسبارونيا اللي هو البين ديورنج الانتركورس او البيلفيك اكزامينيشن. كمان بيبقى فيه ريسك اوف ريلابوراتومي، ان هو يعني بيبقى من 3 ل 5% ان ممكن يحصل ان يبقى فيه نوع من انواع هيضطروا ان هم يفتحوا البطن تاني. كمان بيبقى في حاجه اسمها ريزيدوال اوفيريان سيندروم، ده بيحصل في 1 ل 3% من الحالات، بيبقى سبب ديو تو مالتيبل سيستيك فوليكلز اند بيري اوفيريان ادهيشن. طبعا ده الريزيدوال اوفيريان سيندروم دوت بيبقى يعني بيحصل بعد الهستريكتومي لو ما اتشالش الاوفرز، وبيبقى مصدر من مصادر الكرونيك بيلفيك بين. ايه هي بقى الانديكيشن ان الجراح يعمل الفاجينال هيستريكتومي؟ Some cases of uterine prolapse and chronic or chronic uterine inversion.
بعض الحالات لو كده كده في برولابس. طيب هو كده كده لو مثلا زي حالات الكومبليت بروسيدنشيا مثلا، ما هو كده كده اليوترس اوت سايد ذا فالف اوت سايد ذا انترويتس، فهو ليه يخش ابدومينال طالما كده كده هو بسهوله جدا ان هو يعمل العمليه ثرو ذا فاجينال ابروتش، او بعض حالات الكرونيك يوتراين انفيرجن زي ما احنا بنقول كده. Some cases of small fibroids، لو الفايبرويدز دي صغيره ممكن ان هو ايه لما هيجي يعمل الهستريكتومي بسهوله جدا ان هو ممكن يعني تبقى الدنيا سالكه شويه بالنسبه له لان هي سمول فايبرويدز، فيقدر يعمل العمليه ثرو ذا فاجينال ابروتش. بعض الكيسز من الادينومايوزس، الادينومايوزس هو وجود الاندوميتريال تيشو انسايد ذا مايوميتريوم، او الابنورمال يوتراين بليدنج، بعض حالات الايه الابدومينال يوتراين بليدنج ممكن برضو بسهوله ان هو يعمل السيرجيكال ريموفال لليوترس ثرو ذا فاجينال ابروتش. سام كيسز اوف يوتراين بودي كانسر، بعض حالات اليوتراين بودي كانسر هاويفر ان لازم يبقى اليوترس الحجم الطبيعي السايز بتاعه يبقى زي ما هو اللي هو الطبيعي من 50 ل 80 جرام، او ان لو اليوترس دوت في هايبرتروفاي او كبير او كده يعني نتيجه للكانسر اللي موجود، اهم حاجه ما يكونش الحجم بتاع اليوترس اكبر من 12 ويك اوف جستيشن. يعني لو بافتراض ان احنا هنقول ان الوزن بتاع اليوترس ده بالظبط زي ما تكون واحده بريجننت، المفروض ان وزن اليوترس او الحجم بتاعه ما يكونش اكبر من وزن اليوترس عند واحدة بريجننت بقالها 12 ويكس عند الشهر الثالث، نهاية الشهر الثالث. And it is not surrounded by adhesions، ما يبقاش في adhesions لأن الadhesions دي هتصعب إن يتعمل العملية through the vagina. شوتا operation ديت بتبقى عبارة عن radical vaginal hysterectomy. يعني ايه radical vaginal hysterectomy؟ زي ما احنا قلنا الراديكال، الراديكال بيبقى فيها ايه؟ بيبقى فيها removal للبودي وremoval ل السيرفكس للبايلاترال فالوبيان تيوبس البايلاترال اوفرز، وكمان بيبقى فيها ريموفال للابر بارت اوف ذا فاجينا والسراوندنج ليمف نودز. هاويفر ان مش كل ليمف نودز بيقدر الجراح ان هو يشيلها ثرو ذا فاجينا عن طريق اللي هو شوتا اوبريشن ديت، فبالتالي يعني ديت هي الانديكيشن. لو الموضوع يعني ريليتد للحالات دي ساعات يفضل الفاجينال هيستريكتومي، هاويفر هي بتتطلب ان الجراح يكون عنده خبره كبيره جدا وليها شروط معينه ما بتقدرش ان هي في اي مع اي حاله من الحالات تتعمل بسهوله. ايه الادفانتج بتاعه الفاجينال هيستريكتومي؟ absence of abdominal scar، احنا هنا تجنبنا خالص ان يحصل abdominal scar. lower incidence of intestinal complications and peritonitis، احنا هنا ما فتحناش الابدومن فبالتالي ما فيش اي intestinal complications ممكن تحصل نتيجة لي ان مثلا بعد العملية بيحصل تكوين لي adhesions فممكن بتضغط على الانتنستين وتعمل obstruction، لا الكلام ده كله الحمد لله يعني ما حصلش، او ان يحصل peritonitis. كمان ان اسوشيتد جينيتال برولابس كان بي تريتد ات ذا سيم تايم، يعني انت ممكن الجراح لما بياخد القرار ده هو زي ما بيقولوا كده بيضرب عصفورين بحجر، هو لو هي عندها جينيتال برولابس هو ممكن يعمل الموضوع دوت يبقى ايه يبقى يبقى يبقى, يبقى, يبقى بيعمل الهستريكتومي مع مين؟ مع الجينيتال برولابس ثرو ذا فاجينال ابروتش. طب ايه الديس ادفانتج من الفاجينال ابروتش؟ ات ريكواير اسكيلد سيرجن، لازم يبقى في حد شاطر، حد يكون عنده خبرة هو اللي يعرف يعمل العملية دي، فبالتالي لو في دكتور لسه حديث التخرج وما عندوش خبرة في العمليات دي بتبقى مشكلة. It is unsafe and difficult in the presence of pelvic adhesion، لو كان في pelvic adhesions مش هنعرف نعمل الموضوع بتاع vaginal hysterectomy. The ovaries cannot be removed in some cases، ساعات الاوفرز ما بيعرفوش يعملوا لها ريموفال كويس مع بعض الحالات. It cannot be done if the size of the uterus larger than 14 weeks of pregnant uterus unless the uterus is bisected، يعني مش هيعرف يعمله خالص لو كان اليوترس حجمه كبير نتيجة مثلا لكانسر او حاجة،
وعشان كده هو المشكلة كله ان هو لازم يعمل بقى بايسكشن، يعني يقسم اليوترس ده عشان يعرف يخرجه ثرو ذا فاجينال ابروتش. الا لو ما عملش الموضوع ده مش هيعرف ان هو يخرج اليوترس ثرو ذا فاجينال ابروتش. It is the highest in blood loss. احنا عارفين ان الموضوع بتاع الفاجينال استريكتومي ده بيبقى فيه بلاد سبلاي كتير جدا ممكن يحصل لوس لي لو حصل الفاجينال ابروتش. فاجينال فولت برولابس از مور لايكلي تو اوكير ذان افتر ابدومينال هيستريكتومي. ايه بقى الفاجينال فولت برولابس؟ ان بيبدا زي ما اتفقنا ان الفاجينا نفسها بتقلب وتبدا تنزل، تبقى ممكن يعني ثرو اوت ذا انترويتس او اباف الانترويتس بحاجه بسيطه. يبقى فاجينال فولت برولابس كان بي اوكير more likely in vaginal hysterectomy than the abdominal hysterectomy. طبعا لان برضو خلي بالنا ان الفاجينال ابروتش ده بيبهدل جدا مين الليجامنتس اللي ممكن تكون عامله سبورت للابر بارت اوف ذا فاجينا، فعشان كده طبعا دوت بيبقى مور لايبل مع الفاجينال هيستريكتومي. هنيجي نقارن هنا ما بين الادفانتج والديس ادفانتج بتاعت الفاجينال هيستريكتومي تاني، يعني دي مراجعه سريعه. الادفانتج كان بي افكتفلي دان ان اوبيز بيشنت، هناك في الابدومينال كانت مشكله. بوست اوبريتيف كومبليكيشن ار ليس، انما البوست اوبريتيف في الابدومينال كانت مشكله. ليس موربيديتي مورتاليتي بعكس الابدومينال. ليس بوست اوبريتيف بين اند ليس نيد اوف انالجيزيا زي بعكس برضو الابدومينال. ليس هوسبيتال ستاي مقارنه بالابدومينال. ايرلي ريزامشن تو اوف داي تو داي اكتيفيتيز، بيرجع البيشنت بترجع بسرعه جدا الى في وقت اقل الى ممارسه حياتها بشكل طبيعي. نو ابدومينال انسيجن اند سكار اللي هو بيعمل مشاكل كتير جدا زي مع حالات الابدومينال هيستريكتومي. هو الحمد لله هنا في الحاله ديت ما بيبقاش المشاكل دي موجوده. طب ايه الديس ادفانتج برضه بتاعه الفاجينال هيستريكتومي؟ طبعا بتتطلب مور سكيلد سيرجن وعنده خبرة بشكل كويس في العمليات ديت. ما بنقدرش ان احنا نعمل اكسبلوريشن للابدومينال والبلفيك اورجانز عشان خاطر ده ثرو ذا فاجينال ابروتش. difficult in cases with restricted uterine mobility، الناس اللي عندها adhesions جامده قوي على اليوترس فبتبقى صعب ان الكلام دوت بسهوله يخرج through the vaginal hysterectomy او يحصل له excision. او limitation in cases، طبعا دي من ضمن العيوب لو كان الحجم اليوترس اكبر من ال 12 weeks of gestation uterus، طبعا دوت بيبقى فيه صعوبه جدا الا زي ما اتفقنا ان بيحصل bisection ليه، يعني بيتقسم نصين وبيخرج كل نص. ده باختصار هو الديس ادفانتج بتاعه الفاجينال هيستريكتومي. طيب نيجي بقى للكومبليكيشنز اللي هي بقى اساس الخطوره او الريسك والبينفيتس اللي احنا كنا بنتكلم عليها. الكومبليكيشنز عندي كومبليكيشنز بتحصل انترا اوبرتيف وبوست اوبرتيف. انترا اوبرتيف جوه العمليه ممكن يحصل هيموريدج، ممكن يحصل visceral injury للانتنستين or the bladder or the ureters. طبعا ده هيعمل مشاكل كتير هنتكلم عنها كمان شوية. الانثيتك hazards زي الاتيلاكتيزيس والبلمونر اديما والامبوليزم والنيومونيا، مشاكل التخدير عموما وتكوين الدي في تي والكلام ده كله. طيب ده جوه العملية، جوه العملية ممكن يحصل أثناء مشاكل التخدير اللي هي الأتيلكتيزيس أو البلمونر إديما أو الإمبوليزم. طيب بوست أوبريتيف، هنقسم البوست أوبريتيف إلى ثلاث مراحل: إميديت بعد العملية على طول، وليت، وريموت. الإميديت بوست أوبريتيف كومبليكيشنز زي البرايمري هيموريدج اللي هو ممكن يسبب هايبوفوليميك شوك، وطبعا هايبوفوليميك شوك دي لا قدر الله ممكن تسبب ان البيشنت دي لو ما اتلحقتش ممكن البيشنت دي لا قدر الله يبقى عندها هاي ريسك اوف مورتاليتي. طبعا البرايمري هيموريدج بيحصل تقريبا في خلال اول 24 ساعه من العمليه. بعد كده في اليورينري ممكن يحصل يورين ريتنشن ديو تو البين او الاسبازم. كمان ممكن يحصل سيستايتس او انيوريا. انيوريا عدم ان هو مش الفيمن دي مش قادره تعمل ميكتريشن ديو تو يا اما انادكويت فلويد ريبليسمنت، يعني ما بيبقاش فيه تعويض بالفلويد ريبليسمنت، او يوريتريك اوبستراكشن.
يوريتريك اوبستراكشن، يعني حصل اوبستراكشن لمين؟ لليوريترز، وبالتالي حصل انيوري. الليت بوست اوبريتيف بروبلمز او كومبليكيشنز، وفي الريموت بعدها. الليت بيبقى في انكونتنس، الانكونتنس ده ليه صور كتيره قوي ممكن تحصل. اوفر فلو بسبب ان بيبقى حاصل نوع من انواع، احنا عارفين ان الاوفر فلو انكونتنس بيبقى سببه اوبستراكشن لليورين باسج نتيجه لي ان مثلا عند الميلز بيبقى في مثلا البروستاتايتس، انما في الفيميل واحده عملت الهستريكتومي ايه اللي هيخلي يجي لها الاوفر فلو انكونتنس؟ ده بيبقى سبب البرولونجد اوفر ديستنشن اوف ذا بلادر، البلادر بتبقى ديستندد وكمان بتستند في الغالب عند الجنب بتاع البروكسيمال يوريثرا والنيك بتاعه البلادر، فده بيضغط على البلادر فبيعمل بالظبط اكن في حاجه ضغطه على اليوريثرا فبتقلل موضوع الكومبليت ايفاكويشن اوف ذا يورين ديورنج الميكتوريشن. كمان ممكن يبقى ستريس يورينري انكونتيننس، ده بيحصل بسبب البرولونجد كاثيترايزيشن او الويك بيلفيك فلور. خلي بالنا لو عمل الفيميل عملت الفاجينال هيستريكتومي البيلفيك فلور ماسل بيحصل عليها ستريتش وبيحصل عليها بيحصل فيها لاسيريشنز بشكل ما نتيجه دي ان الجراح لما بيجي يخرج الريبرودكتيف اورجانز دي بيحصل نوع من انواع الاستريتش وممكن الانجري للبيلفيك فلور ماسلز، وكمان ديو تو البرولونجد كاثيترايزيشن. كمان ممكن يحصل انكونتيننس، الانكونتيننس ده بيحصل ديو تو الفيستولا. الفيستولا هي اب نورمال كونكشن بتوين تو اورجانز ما كانش اصلا فيهم ما بينهم كونكشن قبل كده، زي مثلا ان يبقى في يترو فيزيكال فيستولا، فالفيميل ديت لما تيجي ان هي تلاقي او تلاحظ ان اليورين بيخرج ثرو ذا فاجينا، او ان يعني في الغالب ده اللي بيحصل نتيجه ليه لو هم هو كان بيجي يعمل السيرجيكال اوبريشن كان بيحصل نوع من انواع الانجري لليوريترز او لليوريثرا او كده، فبيحصل ابنورمال كونكشن بينها وما بين اليوترس ومن الفاجينا، فبتصب بعد كده اليورين فين؟ بتصب اليورين ثرو ذا فاجينا. طبعا دوت ممكن يحصل immediately after الاوبريشن او ممكن يحصل بعد اسبوع الى اسبوعين بعد العمليه، بيبقى بسبب ان حصل sloughing and necrosis either to the bladder or the ureters. البايركسيا ارتفاع درجه الحراره دوت ممكن يحصل برضو بعد العمليه نتيجه لي cystitis interstitial cystitis، حصل infection وinflammation في البلادر. طبعا في الغالب ده ساعات بيصاحب موضوع الاسطره يعني او الكاثترايزيشن. لو كان في ابدومينال ووند انفكشن ده طبعا هيعلي درجه حراره البيشنت بعد العمليه، ولو كان في ثرومبوفليبايتس، لو كان في فولت سيليولايتس الفاجينال فولت نفسه حصل فيه نوع من انواع الالتهاب الخلوي، لو كان في هيماتوما، لو كان في نيومونيا او بيريتونايتس، دي مع البيريتونايتس هتبقى اكتر مع الابدومينال هيستريكتومي، انما النيومونيا بتبقى عموما كمشاكل تخدير. ده تاني ليست ليت بوست اوبريتيف كومبليكيشن. طبعا عارفين درجه الحراره العاديه هنقول ما بين 34 الى 37.3 درجه سيليزيوس. مايلد فيفر لو وصلت ل 38، فوق ال 38 بيبقى هايبر بايركسيا وده بيبقى فيه ارتفاع في درجات الحراره. الكلام ده كله بيتقاس بالثيرموميتر. طيب الهيموريج ممكن برضو يبقى ليت بوست اوبريتيف كومبليكيشن. الهيموريج بقى هيحصل رياكشنري، يبقى دوت انا اسف البرايمري مش هو اللي خلال اول 24 ساعه، هو البرايمري بيحصل يعني بدري قوي، انما خلال ال 24 ساعه ممكن يحصل رياكشنري ان يحصل نوع من انواع ان لو كان مثلا في اي يعني فيسل ما اتربطش كويس او الكلام ده كله فممكن يعمل الرياكشنري هيموريج بعد العمليه، او يحصل سكندري بيحصل من اسبوعين الى يعني في خلال اسبوعين بسبب السبسز، بسبب ان يحصل عدوى او انفكشن او كده او تسمم فيبدا يحصل موضوع الايه الهيموريج ده. الريموت بوست اوبريتيف كومبليكيشنز هي بتبقى تقريبا عامله زي مين؟ زي المشاكل بتاعه السيزيريان الريموت، هاويفر ان مشاكل المينيبوز بتضاف عليها بقى، فبيبقى في complications of abdominal scar such as keloid formation أو الانسجنال بين أو الانسجنال هيرنيا،
وطبعا دوت بتبقى مور لايبل مع الميد لاين اكتر من الترانسفيرس. ما هو زي تقريبا زي بالظبط زي السيزارين، يا اما بيفتح فيرتيكال ميد لاين يا اما بيفتح ترانسفيرس. طبعا الفيرتيكال ده بيبقى موضوع الكلويد والانسيجنال هيرنيا والكلام ده كله مور كومون معاه. فاجينال فولتو برولابس اند بيلفيك اورجان برولابس ديت من ضمن الحاجات، زي مثلا في حالات السبتوتال هيستريكتومي فممكن يحصل موضوع الفولتو برولابس. فاجينال ديسشارج ديو تو فولت انفكشن، ممكن تلاقي بعد ما شالت السيرفكس والبودي نبدا نلاقي ان بيحصل فاجينال ديسشارج نتيجه لان حصل فولت انفكشن. ديبريشن اند سايكاتريك سيمبتومز، طبعا الاحساس بان الفيميل فقدت قدرتها على الانجاب او على الحمل حسب نوع العمليه، فبالتالي ده ممكن يسبب بلس ان كمان الفيميل دي فقدت اهم نوع من انواع الاستروجين اللي هو الاسترا دايول لو كان بان هيستريكتومي فيما فوق، فطبعا دوت بيدخلها في موضوع نقص السيروتونين عشان ارتباط الاستروجين بالسيروتونين، فبيبقى ممكن برضو بتخش في الدبريشن. Dyspareunia either due to tender scar in the vaginal vault or adherent ovary to the vaginal vault. يا إما الأوفري بيلزق قريب قوي من الفاجينال فولت، يا إما بيحصل إن السكار بيبقى تندر فبالتالي بيبقى فيه ديسبارونيا وهو painful intercourse or pelvic examination. كمان ممكن يبقى فيه prolapse of the fallopian tube through the vaginal vault. لو كانت اليوترس هو اللي اتشال بس والفالوبيان تيوب ما اتشالتش، فبالتالي ممكن نلاقي ان يحصل برولابس للفالوبيان تيوب. لوباك بين مي بي اكسبيرينس ديو تو برولونجد لاينج اون ذا فلات تيبل ديورنج الاوبريشن، طبعا هي عمليه بتاخد وقت طويل فنتيجه للرقده فتره كبيره قوي على الترابيزه بتاعه العمليات ممكن يحصل لوباك بين، او بسبب ان حصل كرونيك بيلفيك سيليولايتس مشاكل في حصل انفكشن او الانفلاميشن في البيلفيك سيلز، او بيبقى مايوفاشيال ميكانيكال كونسيكوينسز اند اوستيوبروزيس، يعني ممكن الباك بين ده يبقى سبب ان حصل نوع من انواع المايوفاشيال ميكانيكال كونسيكوينسز اللي اتعملت نتيجه للابدومينال سكار مثلا. فالابدومينال سكار زي ما اتفقنا هيبدا يحصل بوسترال بروبلمز، البوسترال بروبلمز ديت نتيجه ان الادهيشنز اللي بتتكون، فبتلاقي الفيميل على طول ممكن تبقى واخده مين الفورورد بوستشر ديت بالنسبه للسباين كله، فبالتالي ممكن تعرض الفيميل دي الى باك بين كمان بسبب الاوستيوبروزس لو هي عملت بان هيستريكتومي فيما فوق، فطبعا بتخش في المينيبوزال سيمتومز اللي هي اشهرها الاوستيوبروزس، والاوستيوبروزس بتبقى احد اهم اسباب اللوباك بين. طبعا بتخش في المينيبوزال سيمتومز لو اتفقنا لو عملت البان هيستريكتومي فيما فوق، وهي لسه يانج، خلي بالنا ان هي ممكن يكون لسه عمرها هنقول مثلا 25 سنه 30 سنه، فيبدا يجي لها اوستيوبروزيس وهوت فلاشز وهايبرتنشن وستريس انكونتيننس واندروجينيك الوبيشا، فطبعا الموضوع كبير جدا. دي الريموت بوست اوبريتيف كومبليكيشن. طبعا الفيزيكال كاباسيتي امبورتنت بريدكتور للبوست اوبريتيف ريكفري افتر الهستريكتومي. يعني ايه؟ يعني كل ما الشخص ده او الفيميل دي كان عندها الفيزيكال كاباسيتي بتاعتها كانت رياضيه او كانت العضلات بتاعتها كويسه او كانت الكارديو بالمونري فيتنس بتاعها كويس، التغذيه بتاعتها كويسه، كل ده ما بيبقى يعني انديكيتور هل هي او بريدكتور هل هي ان شاء الله مش هتاخد فتره كبيره في يعني الفترة اللي هتبقى بعد العملية او ان هي ترجع تاني للفانكشن، كل ده بيأثر بشكل ما على رجوعها الى الحياة الطبيعية بتاعتها. طبعا دوت especially في الالدري بيشنت يعني بشكل ما، لان هم اغلبهم بيبقى للأسف ما بيعملش physical activity بشكل كويس او regular physical activity، فده طبعا للأسف بيؤثر عليه سلبا على الاوتكم بعد العملية. طيب ايه لما نيجي بقى نتكلم على الفيزيوثيرابي، ايه هي الايمز بتاعه البري اوبريتيف فيزيكال ثيرابي قبل العمليه؟ تو بروفايد ذا بيزك انفورميشن، احنا هنا مهم جدا لازم نكلم البيشنت ونفهمه العمليه دي هتبقى عامله ازاي، ونفهمه ايه هي الحاجات اللي يعني هيستفيد منها هتستفيد هي منها، او الحاجات اللي هتبقى ممكن شويه يعني هتبقى لازم تخلي بالها منها قبل كده ما كانتش بتراعي الموضوع ده، لا بعد العمليه هيبقى فيه كونسيدريشنز معينه. To provide the basic information to the patient regarding the operation. نعرفه العمليات هيبقى فيها ايه وايه اللي هيتشال بالظبط، ده حق البيشنت.
to provide psychological support and reassurance. ساعات البيشنت بتبقى مضطره ان هي لازم هتعمل العمليه، فلازم يبقى في نوع من انواع السايكولوجيكال سبورت عشان خاطر تقدر ان شاء الله ان هي تجتاز العمليه يعني باقل الخسائر، وفي نفس الوقت تعدي ما بعد العمليه ان شاء الله، وتكون اكثر استعدادا للتعامل فيما بعد البوست اوبريتيف بيريود. To improve the cardiopulmonary fitness to prevent the development بتاع الدي في تي. احنا عارفين ان من ضمن مشاكل التخدير بيبقى فيه development للدي في تي، بلس ان لو احنا بنتكلم ان الفيميل دول ممكن يبقى relatively بعضهم سنهم كبير، فبيبقى برضو فيه ريسك من موضوع الايه؟ من موضوع الدي في تي نتيجة للتقدم في العمر، او لو كان فيه comorbidities. فلازم نبقى نحاول يبقى احنا عندنا هدف ان احنا ان شاء الله مش عايزين يحصل development للدي في تي، فبالتالي الحفاظ على الكارديوبالمونري فيتنس شيء مهم جدا. To increase the power and the strength of the local core muscles. احنا وخصوصا لو هتعمل هي مين؟ لو هي هتعمل الابدومينال هيستريكتومي. طبعا الاثنين بيؤثروا، ممكن يؤثروا على الباك بين، ولكن الابدومينال هيستريكتومي بتاثر على الباك بين بشكل كبير يعني. فلازم نخلي بالنا من اللوكال كور اللي هم بيساهموا في الاستابيليتي بتاعه السباين. لازم نقوي الديافرام، نقوي الترانسفيرسس ابدومينس، وحاطط خط تحت الترانسفيرسس ابدومينس لان هي بتتفتح مع العمليه. كمان البلفيك فلور هتنفع مع الابدومينال هيستريكتومي تقويتها عموما عشان الباك بين، او لو هيبقى في فاجينال ابروتش هتنفع هي كمان. كمان اللامبر مالتيفيدس مهم جدا ان احنا نحاول نعمل لهم تقويه عشان خاطر يبقى نقلل الريسك اوف لو باك بين افتر السيرجيكال بروسيجر. To increase the strength and power of abdominal muscles, the rectus abdominis, the external and the internal oblique. دول هيبقوا ليهم علاقة بإن زي ما اتفقنا احنا عارفين الابدومينال ماسلز وخصوصا الريكتس ابدومينس والاكسترنال اوبليك والانترنال اوبليك ليهم دور مهم جدا في الحفاظ على النورمال بوستشر. وعارفين ان دبة المشرط في العضلة بتفقدها جزء كبير جدا من قوتها، فلو هي اصلا ضعيفة فمع دبة المشرط او مع السيرجيكال انسيجن فدوت هيضعفها بشكل كبير جدا. فاحنا محتاجين ان هي اتليست تبقى داخله العمليه وعندها الابدومينال ماسلز قويه، بحيث لما تعمل العمليه ما تاثرش بشكل قوي قوي على قوه الابدومينال ماسلز اللي هي مسؤوله بقى لها دور في الاكسكريتوري فانكشن زي مع الديفيكيشن، لها دور في المينتين البوستشر ان الشخص الايركت بوستشر يبقى الشخص واقف، لان هم من الانتي جرافيتي ماسلز الاتيتيود او البوستشر بتاعه الفيميل دي تبقى كويسه لما الابدومينال ماسلز تبقى قويه. To prepare the patient for the physiotherapy program after the operation. عشان نبدأ نقول له بقى والله احنا ان شاء الله بعد العملية هنبدأ ان احنا هنعمل كذا، وكمان نخش البروجرام ده واحنا في احسن حالات. هنعمل ايه في pre-operative physical therapy treatment؟ بنعمل counseling زي ما اتفقنا. هنا احنا بنتكلم بري اوبريتيف كان الايمز، هنا بنتكلم احنا ممكن نعمل ايه. الكاونسلنج ده شيء مهم جدا لازم زي ما اتفقنا نعمله مع البيشنت. سايكو فيزيكال ثيرابي هوليستيك ابروتش اند بيشنت ايديوكيشن، يعني مهم جدا ان احنا نركز على الجانب النفسي. واحنا اتفقنا ان احنا بنتكلم از هوليستيك ابروتش، يعني البيشنت دي مش احنا مش بنتعامل مع حاجه كده فيها مشكله خلاص نروح نحل المشكله وخلاص، لا انت بتتعامل مع، انت عارف ان الجزء السايكولوجيكال ده بيأثر بشكل كبير قوي على الاوت كام بتاع اي حاجه، بتاع سيرجري، بتاع دواء، بتاع فيزيكال ثيرابي. فلازم نخلي بالنا من الموضوع ده. كمان هنبروفايد بيشنت اديوكيشن، وده جزء مهم جدا من الثوابت عندنا في العلاج الطبيعي هو البيشنت اديوكيشن. لازم نعلم البيشنت ايه اللي هيحصل، وكمان ايه اللي احنا بنعمله عشان خاطر البيشنت دي لما تيجي حتى قبل العملية تبقى عارفة ان هي تعمل ايه من الاكسرسايزز، وتبقى واخدة حتى نوع من انواع لو هي مثلا مش بتعرف تقرأ مثلا بنديها كتيب او حاجة بيبقى فيه صور او رسومات للاكسرسايزز اللي هي المفروض تعملها. فده شيء مهم جدا. diaphragmatic breathing exercises عن طريق deep inspirations with aid of incentive spirometry زي ما حضراتكم شايفين هنا. طبعا دوت بيزود الفيتال كاباسيتي، وكمان ده شيء مهم جدا ان هو برضه بنعمل موضوع اللي هو الفورسد اكسبيراتوري تكنيكس دي.
كمان بنعلم البيشنت الهاف والكف عشان هيستخدمها عشان خاطر بعد العمليه لما يبقى فيه سكريشنز والكلام ده كله عايزين نتخلص منها، فاحنا هنعلمهم الكلام دوت قبل العمليه عشان لما بعد العمليه لما اجي ما اقعدش بقى اعلمها من اول وجديد، لا هي خلاص هي عارفه هي تعمل ايه الهاف والكف. طبعا الهاف بيبقى جاست بيعمل نوع من انواع ان هو بيخرج السكريشن الى يمكن البرونكيولز او كده، انما الكف هي اللي هتخرجها اوت سايد ذا بودي. بنعلمها الهاف والكافنج تقريبا لمده 5 دقائق خلال اليوم قبل، طبعا الكلام ده كله قبل العمليه. ادفايس تو ووك فور ا مينيمم اوف 30 مينتس ديلي، لازم تمشي على الاقل 30 مينتس ديلي لان ده بيحسن الكارديو بالمونري فيتنس وكمان بيحسن السايكولوجيكال ستيتس بتاعتها. اللور لمب سيركيولاتوري اكسرسايزز بتبقى في صوره انكل روتيشنز او بامبنج انكل بامبنج او ستاتيك كوادريسبس كونتراكشن او بريدجنج، يعني بنحاول نوع من انواع تنشيط الدوره الدمويه في اللور لمب اللي بشكل ما بتتاثر بموضوع السيرجيكال ريموفال اوف ذا يوترس. طبعا اللور لمب سيركيولاتوري اكسرسايزز بتتعمل من 5 ل 10 مينتس بير داي. ادي صوره من صور بنعمل برضو بلفيك فلور ماسل تريننج عن طريق بقى الكيجل اكسرسايزز وعن طريق ممكن كمان الفاجينال كونز، طبعا ده قبل العمليه. كمان بيبقى في موضوع الكور تريننج ده مهم زي ما حضراتكم شايفين بقى، والابدومينال اكسرسايزز زي الابدومينال كرانشز والابدومينال تويستس وطبعا البلانك. طبعا هنا احنا مش بنتكلم بقى ان هي عندها مثلا دايسيسريك تايب فتشتغل معاها براحتك. البيد موبيليتي ده شيء مهم جدا ان احنا بنعلمها ازاي هي هتعمل البيد موبيليتي لما عشان لما على خير باذن الله تبقى في اوضه العمليات او في الهوسبيتال ستاي، انا اسف مش في اوضه العمليات، في الهوسبيتال ستاي، تعرف تعمل الكلام ده عن طريق التشنجنج البوزيشن السكوتنج سايد واي، ازاي ان هي تبدا تنقل نفسها سايد واي مثلا بتعمل بريدجنج وتبدا ان هي بتتحرك سايد واي، او ان هي برضو بتثبت رجليها وبتعمل بريدجنج وتعمل سكوتنج اب او سكوتنج داون عن طريق ان هي بتثبت الشولدرز من ورا وبتحاول ان هي تدفع نفسها الى داون. موفينج ان ازاي برضو هي هتقوم من على السرير تقريبا لو حضراتكم متخيلين زي ايه زي السيزيريان سيكشن تقريبا، قريبة طبعا منها في البروتوكول. طيب هي عملت العملية الحمد لله على خير، ايه بقى الايمز بتاعتنا بوست اوبريتيف في الفيزيكال ثيرابي؟ To prevent and treat respiratory complication of anesthesia، يعني المشاكل التخدير ديت احنا محتاجين ان احنا نعالجها. To prevent the development of DVT، دي احنا يعني دي خطوره جامده جدا لان لو الهوسبيتال ستي طولت او لو الفيميل دي كان البريدكتور بتاع ان هي ترجع بشكل كويس كان قليل فده طبعا هيزود الريسك اوف دي في تي ديفلوبمنت والفاريكوس فينز زي ما حضراتكم شايفين انا حضراتكم هنا ده ممكن يبقى ريسك اوف دي في تي للاحمرار دوت، يبقى احنا بوست اوبرتيف لو شفنا البيشنت في احمرار بشكل كبير في منطقه الكف او منطقه البوبليتيه الفصة ده بيبقى احتماليه ان البيشنت عنده الدي في تي. طبعا لازم نتاكد ان في دي في تي، ولو كان في دي في تي احنا مش بنشتغل غير لما الحاله بتستقر وجراح او دكتور الاوعيه الدمويه بيقول لنا ان الدنيا تمام فاحنا بنبدا نشتغل، او اكوردنج تو بعض التحاليل اللي بتتعمل وبنشوف النسبه بتاعتها نشتغل ولا ما نشتغلش. To improve the power of the local core muscles and to prevent their wasting. احنا اتفقنا هنا ان احنا مش عايزين الكور يضعفوا ومش عايزينهم يحصل فيهم wasting، فبالتالي لازم يبقى احنا عندنا اهداف ان احنا نقويهم كمان. الكور دول من ضمنهم مثلا الترانسفيرس ابدومينس او البلفيك فلور سواء ابدومينال هيستريكتومي او فاجينال هيستريكتومي، فاحنا مهم جدا ان احنا نبقى مخليين بالنا من الكلام ده كله عشان خاطر الحفاظ على الباك من ان يحصل لا قدر الله فيه اي تاثر بالويستنج بتاع الكور ماسلز اللوكال كور خصوصا. تورجين الباور بتاعه الابدومينال ماسل اللي خلاص بقى ما حصل سيرجيكال انسيجن، فمحتاجين ان احنا نمنع يحصل ويستنج اكتر وان احنا نرجع العضلات دي الى البري اوبريتيف ستيتس المفروض اللي احنا كنا اشتغلنا عليها وقويناها. وبريفنت الويستنج وريديوس الانسيدنس بتاع الانسيجنال هرنيا، كل ما العضلات دي هتبقى قويه هنقلل الريسك بتاع ان يحصل هرنيا قريب من او من خلال الانسيجن.
to prevent and manage the pelvic floor related dysfunction such as the incontinence أو pelvic organ prolapse. إحنا قلنا إن الفاجينال أبروتش بيعرض الفيميل دي بشكل كبير جدا إلى إن يكون في نوع من أنواع الاسترتش واللاسيريشن اللي يحصلوا للبلفيك فلور سواء للمصل نفسها او للبدندل نيرف برانشز. فمهم ان احنا نمنع او لو لا قدر الله حصل اي مشاكل ان احنا نحاول نعالجها في اسرع وقت ممكن to prevent or correct the postural problems اللي حصلت نتيجه للابدومينال هيستريكتومي نتيجه للابدومينال سكار. احنا اتفقنا ان بيحصل نوع من انواع التغير في البوستشر بسبب هتلاقي ان بيحصل فيه تايتنس في الابدومين والنتيجه للابدومينال سكار ونتيجه لكده بيبدا يحصل تايتنس كمان في مين في البيكتوراليز ميجور ودي بتدخل الفيميل في راوند شولدر ودوت طبعا ممكن لا قدر الله يعرضها ان هي يبدا يجي لها شولدر امبانجمنت مثلا. كمان الاتيتيود بتاعها او البوستشر بتاعتها بتبقى مش النورمال فاحنا بنحاول ان احنا نرجعها تاني للنورمال بوستشر وده طبعا بيبقى بعد لما السكار دوت احنا بنعمل له ريليز ولكن بيبقى بعد برضو حوالي 6 اسابيع تقريبا زي السيزيليان سيكشن بالظبط. تو مانج ذا مينيبوزال سيمتومز ودي بقى اخطر حاجه في الموضوع. لو هي عملت بان هيستريكتومي يبقى كده فيما فوق يبقى احنا كده ايه لازم نركز على موضوع المينيبوزال سيمتومز. لو هي عملت سب توتال او توتال لا ما بيبقاش في داعي للموضوع ده. طب ايه المشاكل اللي ممكن تبقى موجوده وبنخاف قوي منها؟ موضوع الاوستيوبروزيس. موضوع الاوستيوبروزيس ده مهم جدا عشان خاطر نمنعه بقى احنا بنعمل حاجات كتير بقى الريجولار ويت بيرنج ايروبيك تريننج والمايلد ويت ليفتنج اكسرسايزز والشوك ويف واللو انتنسيتي بالسد الترا ساوند وال هول بودي فايبريشن الحاجات اللي احنا كنا بنتكلم فيها في المينيبوز والليزر سواء اللو ليزر لو ليفل ليزر ثيرابي او الهاي ليفل ليزر ثيرابي. كل الحاجات دي بنعملها عشان نمانج الاوستيوبروزيس. كمان مشكله الاوبستي فلازم نخلي بالنا لان لو هي برضو سنها ريلاتيفلي مثلا 40 فيما فوق مثلا بيبقى شويه في حته لايبيليتي ان يبدا الجسم يخزن الفات فبالتالي احنا محتاجين ان احنا نمانج كل الحاجات دي وخصوصا بعد العملية لان لو كانت بان هيستريكتومي زي ما اتفقنا او الهايبرتنشن عن طريق برضو ان احنا بنعمل نوع من انواع الهيدروثيرابي اللي هو الووتر اللي هي بتبقى هوت شوية وكمان بعض الايروبيك تريننج to reduce the incisional pain and improve its healing. طبعا الالم بتاع الانسجنال بين اللي بيبقى موجود مع الابدومينال هيستريكتومي بيبقى صعب جدا وساعات الموضوع بيبقى كرونيك كمان فمهم ان احنا نريديوس البين دوت لو لا قدر الله كان موجود عن طريق ان احنا بنعمل التنس وعن طريق الليزر وعن طريق الكولد ابلكيشن. كمان بنمبروف الهيلينج لو كان الهيلينج بتاع الانسجن ده مش كويس عن طريق الهاي فولتج بالس الجلفانيك وعن طريق الليزر وعن طريق ممكن كمان الالترا ساوند النون كونتاكت تكنيك ونخلي بالنا من الاهتمام بموضوع الانفكشن كنترول واحنا بنتعامل مع اي جرح عشان ما نبقاش سبب ان لا قدر الله يحصل نوع من انواع الانفكشن للبيشنت او كده. تو مانج ذا سكارف كومبليكيشنز زي الهايبرتروفيك سكار وده بيبقى عن طريق الالترا ساوند او عن طريق الموبيليتي او السكار ريليس تكنيكس او عن طريق الليزر وطبعا زي ما اتفقنا بعد 6 اسابيع من العمليه ممكن نبدا نعمل السكار موبيلايزيشن دوت. وطبعا بنخلي بالنا من المشاكل اللي بتحصل سكندري للابدومينال سكار. البوست اوبريتيف فيزيكال ثيرابي تريتمنت بقى هيبقى في صوره ان البيشنت ممكن بيقعد في المستشفى بتقعد حوالي من 5 لـ7 ايام بيعتمد على التايب بتاع الهستريكتومي وعلى الريكفري ريت اللي احنا كنا بنتكلم على البريدكتورز بتوعه. اول اسبوع بيبقى بالظبط ذا سيم بروجرام از ان بوست سيزيريان ديليفري بات without strong focus on the upper limb exercises. ليه بقى الابر limb exercises مش محتاجينها قوي؟ لو كان البيشنت دي مش هتلاكتيت يعني هي مش هتبقى لاكتيتنج وومن اكسبت الا في حاله واحده وهي حاله ان احنا بنعمل حاجه اسمها سيزيريان هيستريكتومي لما الاوبستريشن يلاقي ان خلاص يعني الحمد لله الولاده تمت على خير وخلاص اليوترس بقى فيه مشاكل اللي هي ريليتد للاوبستاتريك كوزز دي فلو كان في اوبستاتريك انديكيشن فبعد ما عمل السيزيريان يروح بالمره شايل مين اليوترس وعلى حسب هيشيل الحاجات اللي هو الاستراكشرز اللي احنا اتكلمنا فيها.
فمش هيبقى في حاجه ان احنا نركز بشكل كبير على الارم والابر ليمب اكسرسايزز لو كانت هيستريكتومي عاديه، انما لو كانت سيزيريان هيستريكتومي هيبقى في تركيز على بالظبط زي في السيزيريان، يبقى هي بنفس ايه نفس الريهابيليتيشن بتاع السيزيريان. يبقى عموما بنتكلم ان الريهابيليتيشن قريب جدا وخصوصا في نفس الاسبوع الاول من الحاجات اللي احنا بنعملها مع السيزيريان، ما عدا ان احنا مش هنركز بشكل كبير على الابر ليمب اكسرسايزز لان ما فيش داعي لللاكتيشن، وبالتالي مش هنفوكس على الاكسرسايز دي بشكل خاص زي ما كنا بنفوكس عليها في السيزيريان اكسبت ان سيزيريان هيستريكتومي. طب ايه الحاجات اللي احنا ممكن نتكلم فيها؟ نتكلم في البلفيك فلور اكسرسايزز، بنتكلم في البريدنج اكسرسايزز، الاليفيشن اكسرسايزز، والالاستيك ستوكينج عشان خاطر نتجنب موضوع الفينس بولينج ولا قدر الله تكوين الدي في تي والكلام ده كله. البين كنترول موداليتيز زي الليزر زي الهاي فريكوانسي تنس دول مهمين جدا، ايفن حتى الكولد مهم جدا عشان خاطر نكنترول البين. كمان الادفايس اون سكار مانجمنت والاهتمام بالتغيير على الجرح بشكل كويس وبشكل يكون فيه نوع من انواع الاستريليتي او التعقيم والكلام ده كله. ادفايس اباوت ذا موست كومفورتبل بوزيشننج، اهم حاجه ايه البوزيشننج اللي ممكن الفيميل ديت يعني مفيش مشكله ان هي يعني بتاسيوم البوزيشنز دي اللي هي بتستريح فيها ما فيهاش اي مشكله. سمبل موبيليتي اكسرسايزز، هنا احنا ما بنقولهاش بقى اي حاجه بقى، سمبل موبيليتي اكسرسايزز ساتش از رولينج اوفر او الووكينج، يعني ممكن يبقى في كده شويه اكسرسايزز بسيطه في اول اسبوع زي الووكينج او ان هي بتتحرك في السرير او كده. الترانسفيرس ابدومينال سترينسنج اكسرسايزز دي بتعتمد مينلي في الاساس على الاستاتيك static abdominal exercises اللي just drawing in maneuver اللي هو لو انا عامل pressure biofeedback ما بزودش الضغط بتاع pressure biofeedback وانا بعمل contraction في transversus abdominis اكتر من 2 الى 4 ملم اطباقي على مؤشر pressure biofeedback، لان انا لو عملت بريشر جامد بالابدومينال ماسلز ده بيسموه اللهم صل على سيدنا محمد بيسموه البريسنج ميكانيزم، او ان انا بشغل الايه كل الابدومينال ماسلز اللي هي الريكتس ابدومينس والاكسترنال اوبليك والانترنال اوبليك، ودوت يعني شويه مش عايزينه في الاول عشان خاطر ما يعملش انتربشن لاي هيلينج بروسيس بالجرح، فجاست بن اكتيفيت الترانسفيرسس ابدومينس. يبقى انا ماكسيمم على البريشر باي فيدباك ما زودش عن من 2 ل 4 ملم اطباقي زياده وانا بعمل الكونتراكشن. اللور ليمب سترينثنج اكسرسايزز فور رينج اوف موشن بنعملها طالما الموضوع الحمد لله ما فيش دي في تي او ما فيش اي حاجه، فبنشتغل عادي ان احنا بنعمل تقويه لعضلات اللور ليمب وكمان الرينج اوف موشن اكسرسايزز العاديه. طب من الاسبوع الثاني للاسبوع السادس بنبدا ان احنا بقى السيمبتومز شود ناو بي ريديوسنج، الالم بيبدا يقل شويه، موضوع ال ممكن الاورثوستاتيك هايبوتنشن ده يبدا يقل، فبالتالي بيبقى ما عندهاش مشكله ان هي تمشي او تمارس بقى بعض الاكتيفيتيز، هنبدا ان ايه نزود الليفل بتاع الاكتيفيتيز. ذا بيشنت فيل تو بي ايبل جرادولي ريتيرن تو ذا نورمال اكتيفيتيز اوف ديلي ليفنج. طبعا دوت في الفتره دي ممكن نبدا ندخل معانا البوشرال كوركشن اكسرسايزز من اول الاسبوع الثاني، ونبروجريس لاول الاسترينسنج اكسرسايزز الحاجات اللي احنا كنا بنشتغل فيها بالراحه ما عدا الابدومينال اكسرسايز لو هي عامله الابدومينال هيستريكتومي او البلفيك فلور ماسلز لو كانت عامله الفاجينال هيستريكتومي، بنبدا بنصبر عليهم شويه لحد لما. طيب في البلفيك هيستريكتومي او سوري في الفاجينال هيستريكتومي البلفيك فلور اكسرسايزز ممكن ان احنا نشتغلها لو يعني ما فيش مشكله بس بتدرج، يعني ممكن من اليوم نقدر نقول بعد 3 ايام نبدا ان احنا ممكن نشتغل البلفيك فلور اكسرسايزز في حالات الفاجينال هيستريكتومي. طبعا بنبداها على طول مع الابدومينال هيستريكتومي مفيش مشكله، الابدومينال هيستريكتومي بناخر بس سنه مين موضوع الدايناميك ابدومينال اكسرسايزز لحد الاسبوع السادس، فقبل ما بين الثاني والسادس ما بنعملش فوكسنج قوي على برضو الدايناميك اكسرسايزز بتاعه الابدومينال ماسلز. بروجريسنج الترانسفيرس ابدومينال اكسرسايزز ممكن من بوزيشنز بقى مختلفه، يعني كنا الاول ممكن نعملها في اول اسبوع من السوباين او من الكروك لاينج بوزيشن، هنبدا ان احنا نعملها من
كانت بمساعده الجرافيتي في الحاله دي، هنبدا ان احنا نبروجريس ان احنا ممكن نعملها من السيتنج او من الستاندنج، وبعدين اذا نوع من انواع بقى الصعوبه اكتر ان احنا ممكن نعملها من الكوادريبيت بوزيشن، وطبعا هنا هي بتشتغل انتي جرافيتي. كارينج اوت البلفيك فلور اكسرسايز مور ان مور فانكشنال بوزيشن، يعني بنبدا بقى ان احنا نعمل البلفيك فلور اكسرسايزز دي من بوزيشن اعلى شويه، يعني زي ما اتفقنا برضو في المحاضره بتاعه الستريس انكونتيننس ان احنا بنبدا بمثلا الهاي كروك لاينج بوزيشن، بعدين بنبدا بمين، بنبدا بالكروك لاين، بعدين بنخش في الكروك لاينج بوزيشن، بعدين في السوباين، بعدين في السيتنج، بعدين في الستاندنج، بعدين في الووكينج وهكذا. كمان بنبدا ان احنا نعمل بعض الاكتيفيتيز اللي هي ريليتد تو الهوبيز او الورك، اللي اهم حاجه مش هتكون بتاثر على الفيميل دي بشكل سلبي. من اول بقى بعد الاسبوع السادس فيما فوق، من اول الاسبوع السابع فيما فوق، هيبدا الاكتيفيتيز اوف ديلي ليفنج شود ناو بي وذ ا ليتل اور نو بين. المفروض بقى بعد 6 اسابيع ما يكونش في اي نوع من انواع البين، او يعني يبقى الم حاجه خفيفه قوي لو موجود. القياده بتاعت السيارات الدرايفنج ممكن تتاخر الموضوع بتاعها، ان هي الست دي بعد العمليه تسوق العربيه ممكن يقعد الموضوع اب تو 3 مانثس، يعني تقعد 3 شهور لحد لما تبدا ان هي تبقى افيلبل ان هي تستخدم العربيه، سواقه العربيه بتاعتها، او ان هي تشيل ليفتنج هيفي اوبجكت، ده ممكن برضو يتاخر الى 6 مانثس. خلي بالنا من نقطه يا دكاتره، ان هو هاويفر ان هنا ما كانش فيه مثلا بريجنانسي والابدومينال ماسلز ممكن ما كانتش يعني ضايعه قوي، ولكن دايما الليفتنج لو انا ما بستخدمش الليفتنج بالطريقه الصح ده بيعمل نوع من انواع الاستريس على الابدومينال ماسلز، فبالتالي مهم جدا ان احنا ناخر الموضوع دوت الى 6 شهور بعد العمليه. ستارتنج دايناميك ابدومينال اكسرسايز، هنا بقى خلاص 6 اسابيع فيما فوق، فاحنا نقدر ان ننصح الفيميل ديت بالدايناميك ابدومينال اكسرسايزز زي الابدومينال كرانشز في الحاله دي، او الحاجات بقى اللي بتبقى فيها ابدومينال تويستنج، ده برضو بننصح الفيميل بيها. سكار موبيلايزيشن تكنيك كان بي ستارتد، خلاص بقى احنا عدى 6 شهور فيما فوق، ست اسابيع انا اسف فيما فوق، فنقدر ان احنا نعمل السكار تيشو موبيلايزيشن، او ايفن حتى لو ببعض الاجهزه اللي ممكن تبروفايد ميكانيكال انرجي عشان تريليز السكار، ولكن وذ بريكوشنز. جريتد ويت بيرنج اكسرسايز، ايروبيك تريننج، ولايت ريزيستد اكسرسايزز شود بي ريجيم بعد الموضوع ده، عشان خاطر نجارد الموضوع بتاع المينيبوزال اوستيوبروتيك اند كارديو فاسكولار كومبليكيشن لو كان حصل ان الاوفرز اتشالوا مع العمليه سواء البان هيستريكتومي فيما فوق، يمكن ما بيبقاش في حاجه بشكل ماس للجريدد ويت بيرنج ايروبيك ديت او اللايت ريزيستد اكسرسايزز لو كان الموضوع توتال او سب توتال هيستريكتومي. هاويفر انما هي مش ممنوعه حتى لو كان سب توتال او توتال، ولكن بيبقى مور فوكس على الموضوع دوت لو حصل بان هيستريكتومي فيما فوق. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. سلام عليكم.